بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص 3 أيام وندخل أغلى أيام العمر على الله، وأغلى أيام الدنيا على الله، يوم عرفة. إحنا في أحلى أيام يا جماعة، إحنا في أعز أيام على الله. والله لازم يبقى قلبك مستشعر قد إيه هي أيام غالية على الله وحبيبة إلى الله. وذلك ومن يعظم شعائر الله، كل ما قدر الليالي ده كبر في قلبك فإنها من تقوى القلوب، ده دليل إنك من المتقين. ويوم عرفة خلاص خير يوم طلعت عليه الشمس بعد 3 أيام، وأكثر يوم تعتق فيه الرقاب، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير يوم طلعت عليه الشمس. إيه النعمة اللي احنا فيها، وإيه الأيام الغالية اللي احنا فيها دي، وإيه النعم ربنا الجميلة دي. وذكرهم بأيام الله. أيوة يا رب، والله تذكرنا أيام الله، احنا في أغلى أيام الله الآن. ذكرهم بأيام الله، ذكر قلبك وذكر أهلك وذكر أحبابك بأيام الله. وادعوا يا جماعة، ادعوا، الدعاء والله مستجاب، والله بيحصل، والله الدعاء في هذه الأيام بيغير أحوال الدنيا كلها. هذه الأيام غالية أوي، حبيبة إلى الله، واللي يرفع إيده فيها حبيب إلى الله، واللي يعمل العمل الصالح حبيب إلى الله، واللي يدعي حبيب إلى الله، والدعاء مستجاب. عايز إيه؟ رب كريم رحيم، وعد، خلاص الإجابة حصلت، طالما ألهمك إنك تقول حصلت، ولكن في التوقيت الذي يريد، لا في التوقيت الذي تريد، وبالطريقة التي يريد، لا بالطريقة التي تريد. ادعوا معايا في هذه الليلة الغالية، لعلها تكون لحظات إجابة، لعل واحدة منكم تدعي ربنا يستجيب دعائنا كلنا، لعل واحد فيكم قلبه مخلص ربنا يستجيب دعائنا كلنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب اشرح صدورنا في هذه الأيام، يا رب أزل همومنا في هذه الأيام، اللهم بشرنا بما يسرنا في هذه الأيام، اللهم إنها أيام رحمة خير وعطاء وكرم. بشرنا يا رب بكل خير، بشرنا يا رب بكل خير، فرحنا في هذه الأيام، طمنا في هذه الأيام، اللهم ارزقنا بشريات صالحات تفرح قلوبنا في هذه الأيام. اللهم إنك تقول أنا عند ظن عبدي بي ظننا بك أنك ستكرمنا وتعطينا وترحمنا وتسعد قلوبنا. اللهم ما من أحد معنا الآن يدعوك أو يصل إليه هذا الدعاء إلا بشرته بالخير قبل يوم عرفة يا رب. اللهم اجعلها أيام بشرى، اللهم اجعلها أيام فرحة، اللهم اجعلها أيام عطاء، اللهم اجعلها أيام كرم، اللهم اجعلها أيام تطمئن القلوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ليفقه الناس قولنا. اللهم افتح علينا فتحا عظيما، اللهم اجعلها أيام فتح يا رب، اللهم اجعلها أيام فتح كبير يا رب، اللهم اجعلها أيام عطاء يا رب. اللهم افتح لنا فتحا لم يحدث لنا من قبل، اللهم افتح لنا فتحا تندهش له عقولنا، فإنك إذا أذنت بالفتح والأمر كله بين الكاف والنون تقول للشيء كن فيكون. اللهم افتح لنا فوق ما نتخيل وفوق ما تمنينا وفوق ما دعونا حتى ندهش ونحمدك حمدا كثيرا. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك، فخيرك كثير وعطاؤك عظيم، بنحبك يا رب، يا رب بنحبك يا رب على كرمك وعطائك، إنك خلقتنا، أنت الخالق وأنت الكريم. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا نورا وإيمانا ويقينا وتسليما ورضا وتوكلا ومحبة لك يا رب العالمين. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا وما عليها. اللهم اجعلنا يا رب الليل من أحب عبادك إليك يا رب، ولو لليلة واحدة، كل من معنا الآن وكل من يدعوك الآن وكل من يصل له هذا الدعاء ويؤمن عليه، اجعلنا من أحب عبادك إليك ومن أخلص عبادك لك ومن أتقى عبادك لك. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم يا رب اجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم المنصورون، اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الغالبون. اللهم ارض عنا وارضنا يا رب الليلة، ارض عنا وارضنا لكل من يسمعنا الآن وكل من يصل له هذا الدعاء، ارض عنا وارضنا. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اللهم احيي بنا الإحسان في أمة حبيبك محمد،
اللهم علمنا من لدنك علما غزيرا، رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللهم افتح علينا يا رب وسع أرزاقنا يا رب في هذه الأيام، اكتب لنا رزقا واسعا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، اللهم اجري علينا رزقا دوريا دائما ودخلا دائما يا ذا الجلال والإكرام، يا وهاب هب لنا من لدنك مالا كثيرا ورزقا واسعا، يا غني اغننا، يا واسع وسع علينا، يا باسط ابسط أرزاقنا، يا رب يا رب رزقا واسعا، يا رب رزقا واسعا، يا رب مالا كثيرا نسد به ديوننا ونوسع به على من حولنا، اللهم اجعل نوايانا إن رزقتنا مالا كثيرا في هذه الأيام أن نوسع على كل من حولنا ونساعد أهلنا وفقراءنا والفقراء والغلابة، يا رب اكبر بخاطرنا، يا رب اكبر بخاطرنا، يا رب بلغنا يوم عرفة واستجب دعاءنا يوم عرفة، اللهم لا ترد لنا دعوة يوم عرفة، اللهم من علينا بالحج العام القادم يا رب، من علينا بعمرة قريبة وحجة قريبة، اللهم استجب دعاءنا ولا ترد لنا دعوة، أطلق ألسنتنا بالدعاء يوم عرفة واستجب لنا وارحمنا واعتقنا من النار يا رب استجب، يا رب استجب، آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب يستجب دعاءنا يا جماعة، يا رب كريم رحيم سبحانه وتعالى، ادعوا يا جماعة، ادعوا واستعدوا ليوم عرفة بكل قوتكم، واتقوا الله كده عشان يبارك لنا في يوم عرفة، قولوا اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عشان يفتح علينا، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.